مشاهدينا الكرام حلقة جديدة من المجلة السياحية بنتعرف فيها على آخر وأهم أخبار السياحة في مصر والعالم من خلال جولة أخبارنا أو نشرتنا السياحية. أيضا بيكون معانا موضوع من أهم موضوعات السياحة خاصة في مصر، وده بيكون من خلال وقفتنا الحوارية هي نتكلم فيها النهاردة عن الاستعدادات للموسم الشتوي السياحي القادم إن شاء الله، وتحديدا بنركز على السياحة الشاطئية والسياحة الترفيهية. خلينا نستعرض معكم كالمعتاد في البداية مجموعة من الأخبار، وبنبتديها بمحافظة مطروح اللي بتستقبل الحقيقة سائحين وزوار من رحلات مختلفة. وصلت أمس الجمعة أولى رحلات طيران تشارتر القادمة من دولة رومانيا عبر مطار مرسى مطروح الدولي، وتم استقبالهم والترحيب بهم بالمطار وتوزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة. وبلغ عدد رحلات تشارتر القادمة من أوروبا عبر مطار مرسى مطروح الدولي حوالي 67 رحلة بإجمالي 1816 سائح، وذلك منذ بداية موسم الصيف السياحي، ومعظمهم كانوا من إيطاليا وبولندا. فرصة بتستغلها المملكة العربية السعودية أنها بتعطي تأشيرات للزائرين لحضور المونديال. أعلنت السعودية أنها ستمنح تأشيرات متعددة الدخول لجميع حاملي بطاقة هيا لمشجعي كأس العالم في كرة القدم المقررة نهاية العام في قطر المجاورة، وذلك في مسعى لجذب هؤلاء لزيارتها وإنعاش قطاعي السياحة والضيافة في المملكة الخليجية. وبتعد بطاقة مشجع هيا وثيقة لتعريف الشخص، وبتكون إلزامية للمشجعين لحضور مباريات العرس الكروي. وتتوقع قطر أن هيزورها 1,200,000 شخص خلال فترة المونديال. بنروح لمشروع التجلي الأعظم في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات اللازمة للترويج دوليا لمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء في إطار مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بالمدينة وإبراز المقومات السياحية والأثرية والبيئية والروحانية لها. قامت وزارة السياحة والأثار بالتعاقد مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة، وذلك لإعداد استراتيجية للترويج لمدينة سانت كاترين في مختلف دول العالم وإبراز المكانة والقيمة المتفردة لها. أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية أنها ستلغي حوالي 10,000 رحلة قصيرة المدى من مطار هيثرو بين أواخر أكتوبر ومارس، وتم بالفعل إلغاء عشرات الآلاف من الرحلات الجوية هذا الصيف، حيث تكافح صناعة الطيران للتعامل مع الطلب على السفر الجوي وسط نقص في الموظفين. استعدادات الموسم السياحي الشتوي القادم، وطبعا مصر بتتميز في الشتاء بجو دافئ جو معتدل، يعني بيكون الحقيقة ميزة وعامل جذب كبير ليها للزائرين من مختلف أنحاء العالم وخاصة دول أوروبا المختلفة. كمان هذا الموسم بيأتي في ظل أزمة من الطاقة بتعاني منها دول أوروبا طبعا من تداعيات الحرب أو الأزمة الروسية الأوكرانية، فأكيد ده
هيكون كمان عامل جذب كبير لمصر انه جوها المعتدل يكون بيخليها وبيجعلها طبعا وجهه سياحيه مفضله للسائحين الاوروبيين في موسم الشتاء القادم. خلينا نتكلم عن استعدادات للسياحه الشاطئيه والترفيهيه، ازاي هتستقبل مصر السائحين في الشتاء القادم، ايه المختلف وايه الجديد اللي هنقدمه السنه اللي جايه، وازاي كمان نساعد على توفير انماط سياحيه مختلفه بجانب السياحه الشاطئيه والترفيهيه، ونعمل برامج ترويجيه للسياحه المصريه. طبعا احنا عارفين انه العام الماضي كان في حمله ترويجيه بعنوان فولو ذا سان، والحمله مستمره وفي كمان حملات ترويجيه اضافيه ليها. هنتكلم عن كل ده بالتفصيل، وازاي الشتاء القادم في مصر هيكون فرصه لاستقبال المزيد من السائحين. خلينا نرحب بضيوفنا في الاستوديو، الاستاذ رامي فايز الخبير السياحي وعضو غرفه المنشات الفندقيه بالبحر الاحمر. استاذ رامي اهلا بحضرتك معانا. اهلا بسيادتك. ومعانا كمان استاذ بولس نصيف مؤسس وعضو مجلس اداره جمعيه السياحه ثقافه شعب. استاذ بولس اهلا بحضرتك معانا في المجله السياحيه. اهلا بحضرتك. هنبتدي مع حضرتك استاذ رامي ونتكلم عن الاستعدادات السياحه الشاطئيه والترفيهيه بالنسبه طبعا للقادمين من دول اوروبا بتكون هنا في ذروتها في الشتاء في مصر، كمان شايف فرصها ازاي في العام القادم؟ شوفي بكل تاكيد طبعا احنا عندنا فرص المره دي فرص كويسه جدا، خصوصا ان في زي ما حضرتك اشرتي في المقدمه ان في ازمه طاقه اوريدي موجوده في اوروبا، فازمه الطاقه دي قد تكون عائدها ايجابي علي انها كقطاع سياحه في مصر، بالنسبه لان ازمه الطاقه دي هتعمل مشكله كبيره هناك جدا في موضوع التدفئه على الاقل. عشان كده احنا حتى يعني مكملين اللي هي الحمله التسويقيه بتاعتنا اللي هي فولو ذا سان، بنتبع الشمس مطرح ما هي رايحه. احنا عندنا امكانياتنا في الشتاء امكانيات كويسه جدا من حيث الاستعدادات في كل الفنادق اللي موجوده على كل المنتجعات المصريه من اول شرم وغردقه ومرسى علم دهب طابه نويبع، كل الاماكن دي كلها درجه الحراره بتاعتها بتزيد عن اوروبا بحوالي من 10 ل 20 درجه في الشتاء. احنا الحمد لله نقدر نقول لك ان الاستعدادات داخله ونسب الاشغالات اللي داخله اوريدي في اوروبا في اكتوبر وفي نوفمبر لغايه دلوقتي قد تكون مسجله حوالي من 40 ل 50%، ولكن احنا كل ما بنقرب من المده الزمنيه دي ومن التاريخ ده بتبتدي الاشغالات دي بتبتدي تزيد. احنا عندنا اوريدي يعني عندنا اقول لك مثلا احنا عندنا في مرسى علم مطار مرسى علم بدايه من النهارده السبت النهارده لغايه السبت الجاي عندك حوالي 121 طياره ان شاء الله في الاسبوع. الرقم ده بيزيد جراديوال بيزيد تباعا ان شاء الله كل ما هنبتدي نخش على فتره الشتاء في الفتره الجايه دي. عندك اعتقد في شرم الشيخ يعني ويقدر طبعا استاذ بولس يصحح معايا الارقام برضو في ازدياد. اعتقد برضو في السياحه الروسيه يعني في اخبار ان هي هتبتدي احتمال ترجع بنسب برضو يعني متفاوته بدايه برضو من شهر اكتوبر اللي جاي. يعني انا اعتقد ان الشتاء جاي داخل يعني برومسنج جدا، في شتاء واعد بالنسبه لمصر، خصوصا ان احنا ما عندناش منافس قوي في الشتاء اللي جاي ده ان شاء الله. طيب خلينا ناخد بقى الوضع والصوره عن قرب في شرم الشيخ تحديدا مع استاذ بولس، يعني ازاي الاستعدادات كمان لموسم السياحه الشتوي القادم في ظل كمان استضافه مصر قمه المناخ كوب 27 في نوفمبر القادم. بالظبط زي ما قال رامي بيه ان احنا الفتره الجايه مركزين على الموضوع ان في مشكله في اوروبا عن موضوع الغاز، فالتدفئه دي فيها مشكله، فبالتالي لازم احنا نستفيد من الموضوع ده. الفنادق غالبيتها طلعوا باكجات دلوقتي متوجهه لدول اوروبا زي المانيا زي انجلترا زي ايطاليا في للفتره الجايه من الشتاء، يمكن يجوا يقضوه عندنا فيكون جو كويس عندنا ويحلوا مشكله عنده بنسبه يعني تعتبر بسيطه جدا. الشتاء عندنا بيبدا من 1/11 لحد 1/30/4. 1/11 شرم بتتميز بقى في التاريخ ده ان احنا عندنا كام حدث حلوين قوي، اولهم الكاب 27. شرم حضرتك لو رحتي دلوقتي هتلاقي كونستراكشن في كل حته، بنيه اساسيه بتتجدد، مطارات بتتوسع، طرق بتتوسع وبتزيد، الفنادق نفسها رينوفيشن كامل للفنادق، كله بيستعد وكله جاهز. كمان موضوع انها مدينه خضراء باستخدام الطاقه النظيفه بما يتواكب طبعا مع قمه المناخ. شرم باديه مدينه خضراء من بدري وكملت دلوقتي، حضرتك هتلاقي ان شاء الله في المؤتمر حوالي 150 اتوبيس بيعمل بالغاز وبيعمل بالطاقه الكهربائيه، حوالي 150 عربيه تاكسي معموله هتشتغل بالطاقه الكهربائيه.
استعدادات للانترنت، كله عمال دلوقتي صحيح. بيرفع بحط داخل الفايبر وبيوصل الانترنت في الفنادق، كله شغال مستني مؤتمر. المؤتمر ده هيدخل لنا من 20 ل 30 الف واحد فعلى شهر، فكله في انتظار. على فكره القاب 27 مش هيفيد شرم بس، لا ده في ناس هتطلع من شرم هتروح الغردقه، ناس هتطلع من شرم هتروح مرسى علم، ناس هتطلع عايزين الاقصر واسوان القاهره. ده من اهم الاحداث اللي ان شاء الله هتحصل، في اللي هيبدا بيه الموسم الترويجي الشتوي لمصر. هنرجع نتكلم حضرتك عن النقطه دي وازاي نقدر نستغل ده ويكون في يعني ترويج اعلامي بيركز على هذا الحدث ويجذب مزيد من الزائرين. لكن نرجع للاستاذ رامي دلوقتي ونتكلم، حضرتك كنت بتتكلم عن حمله فولو ذا سان وانها مستمره وفي حملات كمان اضافيه عليها، حملات ترويجيه اخرى يمكن بتقوم بها الشركات السياحيه. ازاي كل الجهود دي يعني تجتمع مع بعض او بيتم التنسيق ما بينها للترويج للمقصد السياحي مصر بشكل عام؟ بكل تاكيد يا فندم هي اتس وين وين سيتويشن، هي مكاسب مشتركه لكل القطاعات، سواء قطاع شركات السياحه او سواء قطاع الفنادق او حتى المحال والمطاعم السياحيه اللي متواجده على كل ربوع جمهوريه مصر العربيه. احنا عندنا لما يجي ان شاء الله مؤتمر مناخ ده في خلال الثلاث شهور الجايين دول، عمر ما شرم الشيخ هتشتغل لوحدها، عمر ما هتشتغل لوحديها والغردقه هتبقى واقعه، او عمر ده ما هتشتغل لوحديها والاقصر مش هيبقى فيها امكانيات. زي ما كان اشار كده الاستاذ بولس، احنا فعلا دي هيشغل البلد بالكامل. يعني انت عندك من اول قطاعات النقل البري اللي هتشتغل، الطرق اللي اتفتحت جديده، المطارات اللي بتتوسع، الاماكن كلها اللي هتبقى براونه جديد. انت النهارده لو انت رحت شرم الشيخ اكتر ما هي يعني لؤلؤه فعلا بتتحرك يعني في منتهى الجمال في جنوب سيناء، انت النهارده شرم الشيخ بقت في حته تانية خالص. انت النهارده ما فيش وكاله انباء يا الاء هانم، ما فيش نشط اخبار، يعني شرم الشيخ هتبقى متصدره كل قطاعات الاخبار على النيوز في كل حته خالص يعني خلال الشهرين الجايين دول. كل ده انت بتقدر يعني بكل سهوله تستغليه سياحيا في بدايه موسم الشتاء. انت لما يبتدي ده عندك في شهر 10 او شهر 11، فما بالك بقى لو انت بعديها كمان بفتره وجيزه اذا ما كانش في نفس الفتره كمان بتفتتحي مثلا المتحف المصري الكبير صحيح اللي يبقى في الهرم. فانت هتفضلي على نشرات الاخبار والميديا لفتره كبيره جدا ان شاء الله خلال الشهرين الجايين دول. يعني انا اعتقد يعني من منظوري الشخصي والمهني انت مصر سياحيا هتبقى في حته ثانيه خالص ان شاء الله في نص موسم الشتاء الجاي لغايه اخره ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. استاذ بولس نرجع تاني لحضرتك، وازاي في شرم الشيخ بتعملوا تسويق استغلالا لهذا الحدث العالمي اللي منتظرينه ان شاء الله في نوفمبر القادم قمه المناخ؟ هو دلوقتي بدانا في ترويج عن طريق الميديا عن المؤتمر ده من بدري يعني بصراحه. واحنا يعني بدات تقريبا يعني كل الفنادق تستعد للمؤتمر بشكل قوي جدا، وبدات الحجوزات خلاص يعني تقريبا في بعض الفنادق في حجوزات كتير ولسه مستمرين في الحجوزات لحد دلوقتي. اهم حاجه كنت عايز بس اقول لحضرتك في الفتره الجايه فتره الترويجيه على الشتاء، احنا في ثلاث معارض مهمين دلوقتي. معرض في موسكو في شهر سبتمبر، مؤتمر روسيا للسياحه صحيح، وفي الدبليو تي ام في لندن ده في نوفمبر، والاي تي بي في مارس. دول من اهم معارض تسويق يعني ان احنا هنكون متواجدين فيهم. طبعا روسيا دلوقتي الوضع بتاعها يعني على مفروض يبدا الموسم الشتوي بتاعها من شهر 10 او اخر 10، واحنا خدنا وعود كتير يعني ان شاء الله هنلاقي ان هيبقى في تزايد من الجست الروسي في الفتره الجايه. انت عارفه طبعا المشكله بتاعتهم مع اوكرانيا، طبعا اوكرانيا هيبقى صعب جدا يبقى مش قبل 3 سنين على ما نشوف منه جيست الفتره الجايه، مش اقل طبعا. رغم انه كان يعني نسبه سياحه كبيره جدا لمصر، ده لو مشكلتهم اتحلت من دلوقتي يعني قدامك على الاقل كمان 3 سنين. طيب هنتوقف عند النقطه دي ونرجع تاني نستكمل الكلام عن السياحه الشاطئيه والترفيهيه وفي موسم الشتاء القادم ان شاء الله. لكن هنروح لموضوع تاني، مرسى مطروح واستقبالها لل سائحين. كنا تحديدا بنتكلم عن رحلات طيران تشارتر قادمه من رومانيا عبر مطار مرسى مطروح الدولي، وجنسيات مختلفه الحقيقه بتاتي ايضا الى مرسى مطروح. خلينا نتعرف اكثر على مرسى مطروح كوجهه سياحيه ايضا مفضله للسائحين. معانا اللواء خالد شعيب محافظ مطروح. صباح الخير سياده اللواء. صباح الخير.
بنتكلم عن محافظة مرسى مطروح، انها الحقيقة مش بس وجهة للسياحة الداخلية، لا كمان هي وجهة للسياحة الخارجية، وبتستقبل رحلات خارجية، تحديدا رومانيا، في بولندا وإيطاليا. يعني انطباع السياح والزائرين، وبيفضلوا ايه في مرسى مطروح، ومدى اقبالهم في اشهر الصيف؟ طبعا دي حقيقة فعلا، ويمكن موسم الصيف دوت موسم سياحي يتميز ب السياحة الخارجية الوافدة لمحطة مطروح، وبأعداد يعني ما حصلش قبل كده. يمكن احنا وصلنا خلال هذه اعتبارا من 31 مايو لحد النهارده، يمكن وصلنا 65 رحلة طيران شارتر على متنها ما يقرب من حوالي 11,300 سائح، كان معظمهم من ايطاليا وبولندا وتشيك، واخيرا الاسبوع اللي فات دوت جانا من رومانيا برضه. طبعا يعني بنستقبلهم في المطار وبالورود وبالشوكولاته وبيديهم البطولات وبوستات عن المعالم الساحليه الموجوده في مطروح، وطبعا ده مع استعدادنا الدائم ليهم، لان فعلا الموسم الساحلي السنه دي موسم مبشر بالخير، وبيعود يعني بخير على كل الموجودين، سواء فنادق، مطاعم، شواطئ، اماكن اثريه. فموسم الصيف ده يعني الحمد لله بيتمتع بامكانيات يعني الحمد لله ومقومات تنمويه يعني سياحيه كويسه جدا عندنا. طبعا بيتمتع بالشواطئ، انت عارف الشواطئ مطروح يعني بمياهها التاريخيه وجمالها البيضاء على طول الساحل، ده بالاضافه للسياحه التاريخيه موجوده عندنا، طبعا متحف الاثار، عندنا متحف رومل، عندنا حمام كليوباترا، يعني عندنا من الاثار كتير جدا بيحبوا يشوفوها برضه يروحوها. ده بالاضافه طبعا حضرتك عارف الساحه العلاجيه عندنا في سيوه كمان ليها طبعا يعني سمعتها اللي بيجي لها من كل دول العالم. طبعا احنا بنستقبلهم بكل حفاوه وترحيب، بنرحب بيهم، وطبعا ستك عارفه ان برضه مطروح واهلها ناس مضيافين اساسا وبيرحبوا بالزوار وبالرواد بتوعهم. صحيح. فالحمد لله يعني هذا موسم مبشر بالخير، ولو قد نبقى بكذا موسم قبل كده هنلاقي هذا الموسم طبعا الحمد لله الساحه الخارجيه بتتدفق على مطروح بزياده ملحوظه كويسه جدا. يعني طبعا بيتشكلوا في مناطق سياحيه وفي اكثر من فندق عندنا كتير جدا من الفنادق، ويمكن وصلنا النهارده يعني عدد كبير جدا من الليالي السياحيه اللي حتى الان يمكن وصلنا يمكن اجمالا ما يقرب من 79,000 ليله سياحيه. طيب سيادة المحافظ، يعني الرحلات الشارتر كمان، تسيير رحلات الشارتر ازاي بيضيف، يعني الطيران العارض بيضيف الى اعداد السائحين والزائرين؟ طبعا هم طبعا بيضيفوا، ولان بقول لحضرتك ان يعني احنا اول مره جينا مثلا البولنديين بولندا واحنا عملنا استقبال في مطار، يعني كان احتفال كويس جدا، اول طياره بولنديه جايه من بولندا نزلت عندنا في مطار مرسى مطروح الدولي، كنا في استقبالهم وكانوا طبعا سعداء جدا. وكان في البدايه خالص قبلهم كانت جت رحله مسبقه قبل كده لكل العاملين في مجال السياحه اللي هم الشركات السياحيه نفسهم واصحاب الشركات، وكنت انا حوالي 24 من صاحب شركه جم واستقبلتهم، ودول هم اللي بداوا بعد ما شافوا وقعدوا علينا اسبوع ورجعوا ثاني، بداوا هم يبعتوا لنا التدفقات السياحيه وبدات السياحه الخارجيه تزيد على ارض مطروح. طيب سيادة المحافظ، الحقيقة منطقة الساحل الشمالي في السنوات الأخيرة مش بس يعني بيتم العمل أنها تكون مقصد للسياحة الداخلية، لا كمان أنها تكون بشكل كبير على خريطة السياحة العالمية وكمان طوال العام. يمكن منطقة العالمين نقطة مضيئة في الساحل الشمالي في الفترة الأخيرة، وبتستضيف الحقيقة يعني رؤساء وزعماء العالم، وكان مؤخرا من بضعة أيام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيستقبل يعني زعماء عرب في هذه المنطقة، ازاي ده بينعكس على الساحل الشمالي كله وبيضيف لي ايضا قيمة سياحية كبيرة؟ طبعا دي قيمة مضافة للسياحة وقيمة مضافة للاقتصاد القومي. النهاردة مدينة العالمين اصبحت مدينة عالمية، مدينة جاذبة، مدينة صديقة للبيئة، مدينة كنموذج على سياحي على او مدينه سياحيه ساحليه محتذى بها. زي ما احنا شايفين كده النهارده مدينه العالمين، كان الشعر زمان 3 شهور بس، النهارده اللي احنا شفناه على ارض العالمين النهارده خلى العالمين شغال على مدار العام صيفا وشتاءا، بما تحقق على ارضها من خلال
السياحة وشفنا المنشآت السياحية المقامة عليها للأبراج الإسكان بجميع أنواعه اقتصادي وسياحي ومتوسط ومحدود. شفنا النهاردة الأنشطة العلمية موجودة عندنا جامعة العالمين، فرع الجامعة، فرع الأكاديمية البحرية، الصحة، مستشفيات وتطويرها، طرق، وطبعا يعني ودي أهم حاجة اللي هي بدأت بها التنمية. فالحمد لله أصبحت نهضة العالمين، أصبحت مدينة فعلا يحتذى بها، وإحنا بنفتخر بيها يعني قدام كل دول العالم وقدام كل جاي يزورها. النهضة السياحة بقت تيجي على العالمين، يعني يمكن السياحة الخارجية النهضة فيه جدا جدا موجودة في العالمين، ومع تطور كمان مطار العالمين الدولي اللي اتعمل دلوقتي، فالحمد لله شفنا الاستقبال الحافل اللي كان في مطار العالمين الدولي للسادة الزعماء الشرف ومصر. فيعني مدينة العالمين النهارده أصبحت مدينة فعلا جاذبة للسياحة، جاذبة للإسكان والسكان، وبتضيف وتزيد فرص العمل سواء لأبنائنا من الوادي والدلتا أو من أبناء مطروح. فإن شاء الله ده كل ده مبشر بالخير بإذن الله، ويحتذى به إن شاء الله باستكماله على باقي المدن الموجودة على ساحل البحر المتوسط في نطاق محافظة مطروح. صحيح. سيادة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وأكيد مزيد من التنمية والعمل في الساحل الشمالي كله بمزيد من المشروعات لجذب الحركة السياحية سواء من الداخل أو الخارج. نرجع تاني نتكلم عن موسم السياحة الشتوي القادم والاستعدادات، وإزاي هيكون موسم إن شاء الله واعد زي ما بنتمنى. أستاذ رامي، يعني الحقيقة الموسم السياحي كمان القادم هيتزامن مع بدايته في نوفمبر تطبيق قرار الحد الأدنى لأسعار الفنادق، يعني تحديد حد أدنى معين، وده هيبتدي القرار يتم تطبيقه من نوفمبر القادم. حضرتك شايف القرار ده إزاي ممكن يأثر إيجابيا، ينعكس إيجابيا على قطاع السياحة ويقلل فكرة أو ظاهرة حرق الأسعار زي ما كنا نشتكي منها من سنوات؟ يعني القرار ده يا فندم كان تم اوريدي إقراره، وكان المفروض هو كان بيتطبق من السنة اللي فاتت من شهر 4 وشهر 5 اللي فات، ولكن طبعا نتيجه العمليات العسكريه اللي موجوده في شرق اوروبا بين روسيا واوكرانيا تم ارجاء تنفيذ القرار على ارض الواقع بالنسبه للفنادق المصريه لغايه شهر نوفمبر الجاي. انا شايف بس ان احنا ما ينفعش ان احنا يجي لنا مثلا حوالي 11 12 مليون سايح في السنه مبدئيا المتوسط بتاعنا، يعني يجي لنا في الاخر برضو 11 12 مليار دولار فقط ده غير من السياحه. احنا المفروض ان احنا كمقصد سياحي عالمي زي مصر هنا ما ينفعش طبعا ان هو يكون هي دي المتوسط الاسعار بتاعتنا. انت لغايه السنه اللي فاتت فندم مصر كانت تعتبر من ثاني ارخص وجهه سياحيه على مستوى العالم من بعد ايران، يعني احنا مكانتنا اكبر من كده بكتير. ما ينفعش ان منتجع زي شرم او غردقه او مرسى علم يتباع مثلا ب 30 و40 و50 دولار، وكان احيانا طبعا كان بيقل كمان عن كده. طبعا انت بتتكلمي في جوده، بتتكلمي في واقع انت بتبقى عايشه فيه، مستوى الاكل بتقدم والشرب بتقدم للجست احيانا والخدمه كمان بتبقى اقل كتير من المستوى اللائق ليها. عشان كده احنا حطينا الحد الادنى للاسعار، وهيبقى اجباري طبعا على كل فنادق هي تلتزم بيه، لان اللي مش هيلتزم بيه وعايز يحرق السعر بتاعه اوريدي هيتحاسب ضرائبيا على الرقم المسجل في الضرائب المصريه. فاحنا ما عندناش مشكله خالص، احنا من شهر 11 الجاي ان شاء الله كل فنادق على مستوى جمهوريه مصر العربيه بدون اي استثناء هيبتدي يطبق عليها قرار الحد الادنى للاسعار. وانا اعتقد ان هي حاجه هتبقى يعني نسبيا حاجه فير انف جدا لكل الفنادق ولكل قطاع السياحه. استاذ بولس، واحنا بنتكلم عن الاستعدادات والفنادق، مساله القضاء على ظاهره حرق الاسعار وانه يكون في القرار بتطبيق حد ادنى للاسعار، كمان في الحقيقه مؤخرا وزاره السياحه كان في خطوه باعاده تصنيف المنشات الفندقيه مره ثانيه. ازاي الخطوه دي كانت مهمه في تحقيق جوده افضل في الخدمات المقدمه للسائحين؟ بص حضرتك، احنا بالنسبه للحد الادنى من الاسعار الاول ده يعني ده حاجه زي ما قال رامي بيك، دي احنا يعني اتمنى انها تتفعل بجد. مشكلتنا في الفنادق هو حرق الاسعار، كل فندق بيحاول عشان يجذب مش يحسن من الجوده بتاعته، لا بينزل في السعر، وده بيبقى مشكله على الفندق وعلى البلد، يعني هو برضه بيبقى خسران. بيقدم مصر كوجهه سياحيه بشكل غير لائق بيها، يعني مش شكل يعني ايه اقل الفورت ستار اقل من 40 دولار، يعني ايه اقل من كده؟ ده الحد الادنى، احنا حتى مش قادرين نلتزم بدي
صعبة قوي. فطبعا دي يعني اذا اتفعلت ان شاء الله في نوفمبر، وده يعني اتمنى ان شاء الله يعني شاء الله. اتمنى انها تتفعل في اول نوفمبر. طبعا نوفمبر في النسبة مثلا لشرم خلاص يعني الكاب 27 باسعاره الكويسة خلاص ما عاد، فالكلام ده هيبقى ان شاء الله من اخر نوفمبر اول ديسمبر. بالنسبة بقى للتصنيف بتاع الستارز، طبعا شرم دلوقتي بالذات اكتر حاجة تقريبا كل الفنادق او غالبية او 90% من الفنادق نزلت نجمة، يعني اللي كان 4 ستار بقى 3 ستار، اللي كان 5 ستار بقى 4 ستار. تقريبا هما 6 فنادق اللي فضلوا 5 ستار زي ما هو. طيب هل المشكلة دي تخص مين؟ هل مين يعني في جزئين، جزء للأوتيل نفسه طبعا، وفي جزء من البلد نفسها. يعني احنا عاوزين فعلا نحافظ على الفايف ستار بتاعنا او الفور ستار او الثري ستار زي ما كانوا ما يقلش، بس انا محتاج دعم شويه. احنا حضرتك زي ما عرفتي ان مثلا 2015 زي ما كنا بنتكلم حصلت مشكله الطياره، 2020 حصلت الكورونا ونزل رجع الروسي انبسطنا قوي. 22 فبراير 22 الازمه الروسيه الاوكرانيه، ودول طيب اكتر سوقين سياحيين طبعا. في مبادرات من البنك المركزي للفنادق بانها تتجدد، بس في كتير منها غير مفعل، عاوزينها برضو نتمنى ان الحاجات دي كلها تتفعل. في المجمل الارقام اللي اتحطت دي صحيح، الفنادق ما تستاهلش الخمسه واربعه تنزل، هي فعلا كده، بس انا عاوز زقه. انا عاوز ان البلد لما انت حطيت رولز ولازم امشي عليها وتمام، بس حل معايا، حاول تساعدني في الحل. يعني هي الفكرة أكيد فكرة كويسة وهدفها الارتقاء بالخدمة المقدمة للسائحين، لكن طريقة تنفيذها أكيد توقيتها فيها توقيتها. أنا النهاردة ما بقاش كقطاع فنادق في البحر الأحمر أو في جنوب سيناء زي ما بيقول الأستاذ بولس، النهاردة لسه طالع من 8 سنوات عجاف من الثورة من الإرهاب، وبعد كده دخلت على الكورونا، وبعد كده دخلت على الحرب الروسية، وبعدين أنا النهاردة بتجي لي اللجان تبتدي تنزل تفتش عليا. طب ما أنت النهاردة أنت عشان محتاجة عشان تعملي أبجريد للفندق بتاعك وتعملي رينوفيشن كاملة، أنت محتاجة طبعًا إمكانيات مادية يعني بأرقام كبيرة جدًا، خصوصًا دلوقتي كمان إن كل الأرقام بقت بتضربي في 2 وفي 3 في الأسعار. فأنت النهاردة محتاجة فعلًا دعم من الدولة. تاني لموضوع تطوير الفنادق دي تاني، أنا النهاردة اللي أنا نزلته نجمة أو نزلته نجمتين في جنوب سيناء أو في الغردقة أو في دهب حتى، انا محتاج ان عشان اعوض تاني النجمه دي واطلعها انا محتاج امكانيات ماديه. امكانيات ماديه انا النهارده لسه بتحسس الطريق في بدايه عوده السياحه، فانت النهارده يعني انت القاضي وانت السياف وانت يعني في كل حاجه، احنا محتاجين بس النهارده اعتقد ان احنا ننظر نظره تانيه لقطاع الفنادق عشان بس نستمر تاني. انا النهارده مش فرحان ان انا عندي في حوالي مثلا 68 فندق في شرم الشيخ نزلوا نجمه او نزلوا نجمتين، دي حاجه ما تساعدنيش انا كرجل فندقي، ولكن انا اللي يساعدني ان انا افضل محافظ على النجمه دي، افضل محافظ على نفس المستوى وارتقي بيه. يعني اكيد ان شاء الله مع الموسم السياحي القادم هيتم تعويض الخسائر اللي كانت الحقيقه لاسباب خارجه طبعا عن قطاع السياحه، وكانت اسباب للعالم كله الحقيقه مش بس السياحه في مصر، لتطبيق كمان الفكره بشكل افضل بالنسبه لتصنيف الفنادق. واكيد وزاره السياحه والحكومه عموما بتقدم الدعم لكن في قدر المستطاع. طيب نرجع تاني نتكلم عن الشتاء ان شاء الله، الشتاء القادم. كنت حضرتك بتقول انه مصر عندها جو ومميزات بتخليها في الشتاء وجهه سياحيه يمكن ملهاش منافس كتير في الشتاء تحديدا. صحيح. شوفي حضرتك احنا كنا بنتكلم على موضوع الناس اللي هم اللي طالعين على المعاش اوريدي في اوروبا كلهم، وليكن مثلا خاصه في المانيا. الناس دي اوريدي النهارده عندها الكوست بتاعها عشان يفضل عايش في بلده بالتدفئه اللي هو مستمر عليها بدايه من شهر 10 لغايه شهر 4 ما بقتش موجوده، حتى لو هو عنده الامكانيات الماليه والملاءه الماليه، ولكن الرفاهيه دي ما بقتش موجوده. زي النهارده ماكرون كان بيقول النهارده للفرنسويين انتهى عصر الرفاهيه، هنبتدي نوفر كلنا مع بعض. وتصريحات على سبيل المثال شتاء قاسي جدا، شتاء الاكثر صعوبه طبعا في بالزبط. اوروبا انا يعني. النهارده هي دي اداره الازمه. انا النهارده في ازمه محليه او اقليميه او دوليه، انا النهارده في ازمه دوليه، انا ابتدي استغل الفرصه دي بقى لصالح بلدي. انا هنا انا ابتدي النهارده ابتدي الحمله بتاعتي فولوز ذا صن، ابتدي احولها الدايركشن بتاعها للبلاد الاكثر احتياجا للتدفئه،
البلاد الاكثر احتياجا ان هي ابتدت الكوست بتاع المعيش عندها يبتدي يبقى عالي. انا ابتدي اعمل الباكجز بتاعتي انا هنا في مصر في جنوب سيناء او في الغردقه في شرم مرسى علم وتفر فين، ابتدي اقول له والله لو انت هتيجي انت النهارده في بلدك عشان تيجي تقعد بالتدفئه بتاعتك وانت راجل يعني على المعاش او حاجه عندك هتدفع مش اقل مثلا سي من 2000 يورو، ال 2000 يورو دول ممكن يقعدوهم عندي هنا اقل منها بالرقم ده بكتير، مش كده بولس بيه؟ ممكن يقعد في اي فندق من المنتجعات بتاعتنا ثلاث نجوم او اربع نجوم يستمتع بكل حاجه، ياكل ويشرب وينام ويستخدم حمامات سباحه ويستخدم الشاطئ ويستمتع بالشمس، وقد يكون بنص الثمن ده او اكتر بشويه. ده واصل للاوروبيين دلوقتي؟ وصل، ابتدى يوصل جدا طبعا. في يعني بعض في تسويق للبرامج السياحيه، في بعض الفنادق اوريدي ابتدت تعمله، في في اماكن في شرم ابتدت تعمله، حضرتك اعتقد من الناس برضو عملتها، انا من الناس اللي ابتدينا خلاص نسوق عليها. اعتقد ان الشتاء الجاي احنا هيبقى في عندنا اللي هو اسمه يعني اللي هم الاجانب اللي هم بيقعدوا لفترات طويله اللي هو لونج ستي بقى. لونج ستي ده اعتقد احنا هنلاقي الجس ده موجود عندنا ان شاء الله من اول الشتاء ان شاء الله. اخيرا استاذ بولس، يعني تعليق اخير بالنسبه للموسم القادم ان شاء الله. هو كمان في حمله ترويجيه هتبدا اخر السنه دي، دي عاملاها دي هتتراوغ عن طريق شركه امريكانيه، العامل الاعداد بتاعها مزيج بين شركه كنديه وشركه انجليزيه. دي حمله ثانيه هتبدا برضو ان شاء الله على اخر السنه دي، مع طبعا المعارض اللي حضرتك قلنا عليها الثلاثه دول المهمين. طبعا روسيا ان شاء الله نامل ان شاء الله جينا نرجع تاني الجست الروسي من، وخدنا وعود ان من اخر اكتوبر ان شاء الله يبدا ثانيه، مع ال WTM بتاع لندن، مع ال ITB بتاع برلين، وان شاء الله تكون في فرصه كويسه ان السياحه ترجع ثاني يا رب ان شاء الله. كده بنكون وصلنا معاكم لنهايه حلقتنا النهارده في المجله السياحيه. استاذ بولس نصيف مؤسس وعضو مجلس اداره جمعيه السياحه ثقافه شعب، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا نورتنا. طبعا استاذ رامي فايز عضو غرفه المنشات الفندقيه بالبحر الاحمر والخبير السياحي، دايما منورنا في المجله السياحيه، سعداء بيكم جدا، شرفتونا. يا رب ان شاء الله موسم سياحي واعد يقدر يعوض كل الخسائر اللي حققت في السنوات الاخيره. شكرا جزيلا. كده مشاهدينا وصلنا معاكم لنهايه حلقتنا النهارده من برنامج المجله السياحيه، بنشكركم ايضا على المتابعه، والاسبوع القادم بيتجدد اللقاء بحلقه جديده. حاله جديده حلوه جدا، كوبايه الشاي هنا حاجه تانية، دلل هنا لوحده دنيا، للفجر نسهر للفجر، ده ما فيش ولا يوم بيخلص في مصر، كل حاجه فيها اصلي، حتى الجو جو مصري، زي الهوى اليوم هيجري، تعالى بس ومش هتمشي، كل قعدة فيها فسحة، كل حتة وليها روحها، ناس تيجي هترد روحها، وانا هحكي لي تعالى شوفها. بعمل لزازة ومش كفاية ومن أجازة، لسه الصيف ولسه عيدها، غنوة هتسمعها وتعيدها، للفجر نسهر للفجر، ده مفيش ولا يوم بيخلص في مصر، كل حاجة فيها أصلي.